ايضا نكمل من البرلمان ولكن في شان اخر، والنهارده في اجتماع تحديدا لجنه الصحه في البرلمان بحضور ممثلي وزاره الصحه كان هناك تحذير مختلف. حضرت الدكتوره ايناس عبد الحليم عضو اللجنه من ادمان الاطفال لاحدى منتجات الحلويات، وهي عباره عن فراوله جالي، وقالت انه هذه الحلوى بتدخل ضمن المواد او مواد بيتم تصنيعها او فيها مواد مخدره وبتتسبب في ادمان الاطفال عليها. ده بيمثله من خطوره طبعا على صحه الاطفال. ايضا سياده النائبه قالت انه الحلوى منتشره في مصر بصوره كبيره وطالبت بمنع تداولها وادراجها ضمن جداول المواد المخدره. معانا للمزيد من المتابعه الدكتوره ايناس عبد الحليم عضو لجنه الصحه في البرلمان. دكتور، ايه موضوع الحلوى اللي فيها مواد مخدره دي؟ الحقيقه الموضوع غريب جدا، الموضوع لم يذكر في اللجنه، ما اتكلمناش فيه بالطريقه دي خالص، ولا انا قلت ان في مواد مخدره في الحلو. انا ما اعرفش اللي ده نشر هنا على ايه. فالحقيقه كنا بنناقش في اللجنه النهارده انا بس حابه اوضح نقطه يا سياده النائبه، ان كل الصحف كاتبه ده عن لسان حضرتك النهارده والله انا بشكل لو كبير. قلت بس الكلام ده اتفضلي. مش هتكتب. اللي بيحصل في اللجنه بيسجل ومتسجل الكلام، ما حصلش حاجه زي كده خالص. واللي حصل احنا كنا بنناقش علاج الادمان، نحط خطه في اللجنه، كان معانا بتوع الصحه علشان ندعو المجتمع المدني كله للمشاركه، من ازهر، من كنيسه، من تعليم عالي، من تربيه وتعليم، مؤسسات رعايه الايتام، هيئه الاعلام المستحقه للتوجيه والتوعيه. لو لا سيادة النائبة، صوت تشريع حضرتك مش واضح، يعني موضوع الحلوى ده لم يطرح من أصله؟ ما طرحش كده يا فندم. طب قولي لي طريقة حضرتك اللي تم طرحها من قبل. اللي حصل ان انا جالي ناس قالوا ان في نوع من الحلويات بيباع على قدام المدارس بدون اي، يعني ما نعرفش الشركه ايه ولا المكونات ايه. انا كنت بناقش مع وزاره الصحه انها مسؤوله عن الاشراف على كل انواع التغذيه اللي بيتم تداولها، لازم يشوفوا اي حاجه، اي منتج ما هواش له هويه. اولادنا ما ينفعش ياخدوا اي اكل من غير ما نكون عارفين مكوناته ايه. وبعدين قلت لها، قالت لي شكله ايه؟ قلت لها والله في ناس قالت انه شبه الجيلي وانه شبه الفراوله. لم اقول ان هي جيلي فراوله بيتباع، ولا في مخدرات ولا اي حاجه. هم ربطوا بين المواضيع، وانت بقول لهم ان دي مسؤوليه الوزاره في التتبع بتاع الجائلين والاكل والحاجات اللي بتتعرض على اطفالنا من غير ما نكون عارفين هويتها. ده بالظبط اللي حصل في يعني هو اللي حصل. حضرتك كنت بتتكلمي في المخدرات وعن الحلوى اللي لازم يعني بيتم متابعتها من قبل لا الوزاره بتحطها وتم في اي الخلط. دواء. بص يا فندم، طيب في ادويه تم تخليقها من ادويه تستخدم مثلا لتوسيع حدقه العين، ادويه اتروبين، ادويه لعلاج بعض الالام، ادويه لعلاج الاشتلال الرعاش، اي شيء ممكن يعاد تصنيعه ويستخدم بطريقه ثانيه. فاي اكل ينزل لازم نكون واثقين ان مكوناته سليمه وانها يعني ما بتضرش بالصحه ولا بيتم اضافه. حضرتك قلتي انه في بعض الادويه بيتم يعني اعاده تصنيعها ونزولها لا، من غير بشكل تاني، بيضاف عليها حاجات من دي غير بتكون اعاده مواد تصنيع. مخدره يا دكتور؟ هي مش تحت المخدرات، وعشان كده انا طالبت ان اي ادويه بتستخدم استخدامها على انها مخدرات زي قطره العين اللي بتوسع حدقه العين. وانا بلغت فعلا عن الصيدليات وتم ضبطها. القطره كده منها 30 جنيه بتتباع ب 300 جنيه. القطره بتعمل توسيع لقاع العين، في نفس الوقت بتوسع كل الشرايين والجسم، فبتعمل نوع من الزغلله تشبه بهلوسه النظر. ادوها لهم على انها تعمل كده. المشكله مش دي بس، المشكله ان بعض الشباب حقنها وريد وتوسط بالحياه، لان لا يجوز حقنها بالوسط. احنا عارفين طبعا انه لو هذه المواد مش مدرجه في قوائم المخدرات مش بيتم هيتم العقاب، ادراجها يا فندم. عقاب اللي حتى لو قبضنا عليه يعني بيستخدمها، هي مش مدرجه. فكان النقاش النهارده ان حضراتكم عايزين تدرجوا بعض المواد الجديده، يعني بنتكلم انه كان في الستروكس والفودو تم ادراجه، ودي كانت خطوه مهمه جدا. حضراتكم بتناقشوا ادراج هذه المواد الجديده ايضا حضرتك قلتيها، او تشريع قوانين تحمي الشباب وتحمي
طيب بشكرك شكرا جزيلا دكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بالبرلمان.